شريط اليوم غادي يحتوي على مشاهد من سهول فرياطة وشتالة وثم العنصر. الشريط غادي يكون في جزئين، الأول من سهل فرياطة وفشتالة، وبعد ذلك غادي نتوجه إلى قرية فشتالة واللي هي مسقط رأسي وبلدتي وفاتناتي. غادي نضرب دويرة في محيطها في انتظار أذان صلاة المغرب، والجزء الثاني من الشريط غادي يبدأ من بعد صلاة الصبح، الفترة اللي غادي نستمتعوا فيها بصوت العصافير المنبعثة من كل الجهات. وبعد ذلك دويرة ما حول القرية، غادي نستمتعوا بطلات بانورامية على فشتالة وفرياطة وفم العنصر وعلى سهل تادلة الشاسع، وبعد ذلك زيارة أحد فدادين بفم العنصر. والفدان اللي احنا فيه هو في الأصل زرع جلبان، وبقدرة قادر وبعد تساقطة أمطار الخير واللي عرفتها جهتنا نهاية مارس وبداية أبريل، تحول إلى فدان أقحوان وشقائق النعمان، منظر سجادة مطرزة بكل الألوان. والسهل اللي احنا فيه هو سهل سقوي، كيعتمد على مياه عين فشتالة واللي هي غير كافية طبعا لسقي هذا الامتداد الكبير لأراضي فرياطة وفشتالة. وعين فشتالة كتوجد على ارتفاع 723 متر على مستوى سطح البحر، والصبيب ديالها كيتراوح ما بين 124 و170 لتر في الثانية، والحرارة ديالو 18 درجة. ومن هذا المكان الجميل كنتوجه بالتحية إلى زارع الفدان المولاي الحسن وملكته ابنة عمتي لالة زينب رحمة الله عليها، وتحية إلى كاتب بني ملة الكبير عبد الكريم الجويطي صاحب روايات زغاريد الموت وكتيبة الخراب تاريخ بلاد تادلة وليل الشمس وزهرة الموريلا الصفراء ورواية المغاربة واللي حققت نسبة كبيرة من التداول والانتشار واللي حصلت على عدة جوائز، من بينها وأهمها جائزة اتحاد كتاب المغرب وجائزة المغرب للكتاب، والوصول إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية، واللي اختار السكن والعيش بهذا المكان هذا الفتان إن أحضان الطبيعة وبعيدا عن ضوضاء المدينة.
ويلا الآن إلى فشتالة للتمتع بمناظرها الرائعة والاستماع إلى زقزقة عصافيرها والاستمتاع بغروب الشمس من أعالي سطوحها. حجرة العطار هو الاسم ديال هذا المكان الرائع واللي كيلتجئوا ليه ابناء فشتالة عند غروب شمس كل يوم من اجل الاستمتاع بهذه الطلة البانورامية على جزء من سهل تادل الفسيح واللي كينتهي بغضاب الفوسفات بخريبنا. Thank you.
ونخليكم مع أذان صلاة المغرب ليوم 17 من رمضان لسنة 1443. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعته مقاما محمودا الذي وعدته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وإلى الجزء الثاني من الشريط إن شاء الله.